على مريض الصمت كل الحذر، عدم إزالة الصمت من نفسه. حصلت لي أنا، ما كنتش أعرف اللي دي صمتة، رحت مفحر فيها كده خر الدم، قلت بقى دي هتروح، دي تعويرة أو دمبل وهيروح وبتاع. المهم طهرتها وسبتها، لقيتها بقى ايه، كبرت وسودت وقعدت تسود وتكبر وتكبر، وبعد كده ايه بقى لونها غامق، لونها مسمر. يبقى احنا في حالة الإصابة بالصمت عدم الحك، هتحك فيها كده وتنقل ايدك تروح حتة تانية، يبقى انت عملت ايه، عدوى ممكن تصيب نفسك وتصيب الغير. يبقى علينا بقى ايه في حالة الإصابة بالصمت، التوجه الى الطبيب المختص او التوجه الى الصيدلي، وعدم ازالتها من نفسك. شوف الطرق السليمة الصحيحة ازالة الصمت، ونظافة المكان المصاب بشوية مية دافيين عليهم شوية ملح، وتنظف عليهم بقطنة. ما تجيبش بقى القطنة وتيجي على حتة الصنطة دي كده وتقعد تعمل كده، يبقى انت كده هتعدي نفسك. انا اجيب القطنة وفي مكان الصنطة بس، وروح منظف كده، اروح منظف كده ومغير ومنظف تاني، يبقى انا طهرت المنطقة دي. ما اجيبش بقى كده وانقل 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 في حتة واحدة اللي مصابة، واقعد انظف فيها كده بالقطنة مرة واثنين وثلاثة.